السلام عليكم وأهلا بكم في أنباكسنج بالعربي. مرجع لجهاز تي في بوكس جديد. الجهاز هو بيلينك E1. سعر الجهاز حوالي $60. بيجي في علبة مغلفة بشكل جيد جدا. في أسفل العلبة فيه مواصفات الجهاز: CPU Rocket Chip 3328، رباعي النواة، معالج ARM Cortex A53. الجهاز عليه 4 جيجا بايت رامات، 16 جيجا بايت ذاكرة داخلية. نظام تشغيل اندرويد 7.1. الجهاز بيدعم بلوتوث 4 و 5G واي فاي. داخل العلبة هتلاقي جهاز تي في بوكس نفسه. الجهاز حجمه صغير جدا، ممكن يكون هو اصغر جهاز دلوقتي في السوق، وجودة الصنع ممتازة جدا. بيجي معاه كتيب التعليمات، باور ادابتر، كابل ال HDMI وهو جودة عالية جدا، وتالت علبة فيها ريموت كنترول. الأفضل انك تستخدم كيبورد وماوس لاسلكي زي الجهاز ده. ده جهاز ألفا وايز، وجهاز ممتاز جدا، فيه لوحة مفاتيح كاملة وماوس باد، وبيشتغل عن طريق الوايرلس. ده الجهاز من الأعلى، فيه لوجو الجهاز. الجهاز كله باللون الأبيض، واللوجو كمان باللون الأبيض. أسفل الجهاز بيجي باللون الأورنج. من قدام فيه شاشة LED صغيرة، مفيش حاجة من الشمال. من ناحية اليمين مدخل كارت الذاكرة من نوع مايكرو، ومدخلين USB، أول واحد فيهم USB 3. من ورا فيه مدخل AV، مدخل كابل LAN، كابل HDMI، ومدخل الباور. نشوف حجم الجهاز مقارنة بأجهزة تانية زي MX3، تقريبا نص الحجم، أو حتى مقارنة بالبيلينك GT1، وهو يعتبر جهاز صغير. الجهاز حجمه صغير جدا ووزنه خفيف كمان. هتوصل الجهاز بالتلفزيون وهبدأ في تسجيل الشاشة. أول مرة بتفتح الجهاز بيطلب منك تختار اللغة، تعدل حجم الشاشة، وتوصل الجهاز بالواي فاي. في ملف تحديث حجمه 14 ميجا بايت هننزله، ودي الشاشة الرئيسية للجهاز. ده نفس اللونشر اللي بتستخدمه شركة بيلينك. الشيء الكويس ان فيه نافيجيشن بار او شريط الملاحة تحت، ونوتيفيكيشن تاب فوق. فوق النافيجيشن بار فيه شريط الايقونات يمكنك من الوصول الى الواي فاي، بلوتوث، مدير الملفات وغيرها، او كمان تقفل الباور. على الشمال في مكان الوقت والتاريخ وحالة الطقس. على اليمين في مساحة الايقونات ممكن تعدلها، تظهر او تخفي اي ايقونة برنامج او جيمز انت عايزه. دي كل البرامج اللي جاية مسبقة مع الجهاز، وعددها قليل جدا، منها الاب ماركت، جوه النتفليكس وهو ده الافضل انت تنزله من هنا مش عن المتجر، وفي اليوتيوب كمان، اضافة لجوجل كروم وكودي والواي فاي ديسبلاي، ده عشان تربط التليفون بيه زي الميرا كاست. البرنامج بيشتغل، بس كل مرة بحاول ادخل على البرنامج واكبر الشاشة من اليوتيوب البرنامج بيتوقف. ضايفين ميزة جديدة في الريموت كنترول هي الشورت كات، دي بتديك بعض الاختصارات. لو ضغطت رقم 1 ياخد سكرين شوت، رقم 2 يفتح التاسك مانجر، رقم 3 تظهر او تخفي النافيجيشن بار، رقم 4 بتظهر او تخفي الترانزيت بار او النوتيفيكيشن بار. من رقم 6 ل 9 دي حاجات انت ممكن تعدلها. ده جوجل بلاي ستور، تقدر تنزل من عليه اي تطبيق او لعبة انت محتاجها. جودة قصوى اليوتيوب هي 1080 Full HD. نتفليكس الجاي مع الجهاز شغال، ودي عينة من جودة الصورة. اعلى ريزولوشن للتلفزيون اللي انا شغال عليه 1080. لو عندك تلفزيون اعلى هيظهر لك هنا. من 16 جيجا بايت هتلاقي 11 جيجا بايت بس متاحين، واصدار الاندرويد هو 7.1.2. نروح دلوقتي اختبار تشغيل الفيديوهات. هنشغل بعض جودات الفيديو المختلفه، وهنبدا بال HD 720. This peaceful island has been home to our family, but beyond our reef a great danger is coming. Full HD 1080. I'm Molly Bloom. Do you know about me? I read your indictment after I got your call last night, and I bought your book. Do you understand that you are charged with Quad HD 1440. So much has happened since I last saw you. I lost my hammer. وال4K 2160. كل الفيديوهات شغالة بكفاءة عالية جدا. Your world is dying. Do you seek redemption? My maker. السكور بتاع سرعة القراءة والكتابة للذاكرة الداخلية والرام يعتبر جيد إلى حد ما، ونتائج البنش مارك تعتبر ممتازة جدا لجهاز بالسعر ده. في قائمة الأجهزة الجهاز احتل المركز الـ 14. الجهاز جاي بروت أكسس من المصنع،
دلوقتي نروح لاختبار الالعاب، واداء الجهاز في الالعاب ممتاز جدا. دلوقتي اخر اختبار معانا هو اعادة ضبط المصنع. بعض الاجهزة لما بتعملها اعادة ضبط مصنع بيحصل فيها مشاكل. لكن الجهاز ده شغال، هو جهاز يعتبر ممتاز جدا، مميزاته كتير، التصميم، جودة الصنع، الحجم الصغير، تقريبا كل حاجة شغالة فيه، اختبار الفيديو، الالعاب، حتى السكور البنش مارك ممتاز. الجهاز الى حد كبير يستحق السعر ده. شكرا على المشاهدة، لو في اي سؤال اكتبولي في التعليقات تحت، واشوفكم الفيديو الجاي.